السلام عليكم. كتير منكم بيسألني عن ازاي ارفع السي بي ام بتاع شركات الاعلان، كتير منكم برضو بيسألني عنه عايز يربح $10 يوميا من الموقع بسهولة. دورت كتير 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 لحد ما لقيت لك هو حل واحد بس مفيش غيره، وده اللي هنتكلم فيه النهارده. معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك، وفي الحلقة بتاعت النهارده هنتكلم عن الدايركت ادز. انزل بانترو. معلش بس قبل ما نكمل الانترو، ناوي بس اقول حاجة كده في البداية كده يا جماعة. أنا ناوي أغير في محتوى القناة شوية، وهبدأ أكثف من فيديوهات الأندرويد شوية، وهبدأ أكثف من فيديوهات تطبيقات الأندرويد. وأي حد عنده مشكلة في أي حاجة في الأندرويد ممكن يبعت لي المشكلة بتاعته على الفيسبوك، وطبعا هرد عليك على طول. الناس كلها اللي بتكلمني على الفيسبوك عارف إن أنا عمري ما اتأخرت عن حد، لما حد بيكلمني برد عليه على طول على الفيسبوك. فأي حد ممكن يبعت لي على مسجات الصفحة أنا فاتحها، فيبعت لي مسجات أي رسالة وعايزها على مسجات الصفحة، وهرد عليها على طول في أي مشكلة من مشاكل الأندرويد اللي بتقابله. يلا نكمل الانترو. ورجعت لكم مره تانية. في البدايه يا جماعه حابب اتكلم عن الدايركت ادز زي ما انا قلت في اول الحلقه. الدايركت ادز يعني ايه؟ دايركت ادز للناس اللي ما تعرفش يعني ايه دايركت ادز. دايركت ادز يا جماعه يعني ان اللي داخل دون داخل على اعلان، هو عارف ان هو داخل على اعلان، يعني هو عارف ان هو مش داخل على محتوى هو عاوزه او داخل على اختصار روابط، لا هو داخل على اعلان، داخل على الاعلان ده عشان يكسبني انا فلوس. تمام. في البدايه دايركت ادز يا جماعه بيبقى السي بي ام بتاعه عالي جدا، عالي جدا جدا، اعلى حاجه في شركات الاعلان هو الدايركت ادز. لكن للاسف 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 الدايركت ادز مش موجود في كل شركات الاعلان، في بعض من شركات الاعلان بس اللي فيها الدايركت ادز. انا النهارده هتكلم عن شركه مشهوره جدا اللي هي بروبلر ادز. ناس كتير اشتكت منها وقالت الشركه دي السي بي ام بتاعها ضعيف جدا. ضعيف يا جماعه لانك ما بتشتغلش على الدايركت ادز. الدايركت ادز لو اشتغلت عليه السي بي ام يوميا على الاقل مش هيبقى اقل من 6 7 دولار يوميا. كليك واحد بس على دايركت ادز كفيل انه يرفع لك سي بي ام ل $3. تخيل $3 وكام بقى واحد عندك. انا هعلمك النهارده ازاي تخلي الكليك بتاع الدايركت ادز يبقى عالي جدا 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 بطريقه ذكيه. الموضوع ان شاء الله بسيط جدا، بس حابب يعني اطول شويه كده في الكلام عن الدايركت ادز عشان الناس تفهمه بسهوله. الدايركت ادز زي ما انا قلت هو مش ان هو بيكسبك فلوس بس، لا ده كمان بيعلي لك السي بي ام، بحيث ان انت كده كده هتكسب فلوس عاليه جدا لما السي بي ام كمان هيعلى. هتكسب من الامبريشنز العادي، هتكسب من كل 1000 مشاهده العاديه $3 و4 دولار و5 دولار من شركه بروبلر ادز. طبعا الناس كلها سحبت منها قبل كده، وناس كتير سحبت منها، والشركه مشهوره جدا. تمام، هنخش دلوقتي على شركه بروبلر ادز عشان ناخد الدايركت لينك ونشوف ازاي هنعمل نضيف السايت وكده. تمام، في البدايه اديك شايف السي بي ام بتاع الشركه. طبعا الامبريشنز عندي ضعيف جدا عشان طبعا مش شغال يعني في الشركه اهو. تمام، في البدايه كده تشوف السي بي ام بتاع الشركه 28 سنت. طبعا انا شغال في اللي هو البوب اندر بس، اللي هو الاعلانات المنبثقه بس في الشركه. الاعلانات المنبثقه قليله جدا يا جماعه، السي بي ام بتاعها ضعيف جدا في الشركه دي، في الشركه دي. لكن في شركات فيها الاعلانات المنبثقه اللي هي البوب اندر اسف بتبقى عاليه جدا جدا جدا. فالشركه دي من ضمن الشركات اللي البوب اندر فيها ضعيف. هنخش هنا على السايتس عشان نجيب نحط الدايركت لينك. في البدايه انت بتعمل اد نيو سايت وبتضيف السايت بتاعك، وان شاء الله بيقبل بلاجر والووردبريس عادي جدا. هتضغط هنا على السايت بتاعك اللي ظهر هنا، اول ما يبقى ابروفد هيبقى بيندنج بتاع مثلا ساعتين، بعد كده هيبقى ابروفد. اول ما يتقبل تيجي هنا وتعمل اد نيو شانل. تمام يا شباب، عندك هنا البوب اندر زي ما قلت لك السي بي ام بتاعه ضعيف، من مثلا من 20 سنت لحد 70 سنت مثلا، ده اقصى يعني. جميل، طبعا ده للدول العربيه يعني، الدول الاجنبيه بتفرق طبعا. تمام، هتيجي عند دي بقى ان الناتيف دايركت ادز. دايركت ادز زي ما انتم شايفين هي دي، مالكش دعوه بالموبايل. الموبايل دي سيبك منها. البانر ده لازم يكون عندك زوار على الاقل 10000 زائر يوميا. طبعا ما عنديش 10000 زائر يوميا عشان كده مش مفتوح عندي. البانر ما بتفتحش غير عند الناس اللي عندهم 10000 زائر يوميا. تمام، نرجع تاني بقى لموضوع حلقتنا اللي هو الناتيف دايركت ادز. هتضغط عليها كده وتعمل نيكست. تمام، هتضغط تكتب هنا اي اسم تعمل نيكست. تمام، هتضغط هنا اتش تي تي بي اس، ده مهم جدا مهم جدا. تضغط هنا وتعمل لها كوبي. نخش على ايه؟ على تاني خطوه معانا النهارده، جوجل يو ار ال شورتنر، و هتعمل لها شورت، تعمل لها كوبي. طيب تمام، في ناس كتير قالت اللي انت بتعمله ده، انت كده عملت ايه زياده؟ هقول لك يا باشا،
الموضوع وما فيه ان انت مثلا بتنشر موضوع سهل جدا في المدونه. مثلا انا تقريبا عملت الحركه دي في الموضوع ده امبارح. مثلا انت بتنشر في المدونه موضوع عادي جدا جدا جدا، ونشرت الموضوع وخلاص تمام. هننزل كده تحت، هسألك سؤال، ننزل تحت كده هسألك سؤال، انهي واحد فيهم هو الاعلان؟ نبص كده على ده. لو تلاحظوا هنا يا جماعة على الشمال تحت خالص على الشمال هتلاقي جوجل دوت جي ال سلاش وحروف، وتحت نفس الكلام جوجل دوت جي ال سلاش وحروف. انت انهي واحد فيهم الاعلان؟ التاني ده هو الاعلان، تمام؟ بدأ يخش لك الاعلان زي ما انتم شايفين، ده اعلان. الضغطة دي انت بتاخد عليها فلوس كتيرة جدا، على الاقل 2 سنت 3 سنت ضغطة واحدة يا شباب، 2 سنت 3 سنت. ده طبعا من الدول الاجنبيه. دول عربيه ممكن 1 سنت، توصل ل 1 سنت والله يا شباب، يعني 100 ضغطه بس ممكن يجيب لك ال1 دولار اللي انت عاوزه، يعني يجيب لك 1 دولار في 100 ضغطه بس. الموضوع ابسط مما تتخيله. انت هتغير اللينكات، ولكن هتعمل ده اختصار، هتختصره في جوجل اللي هو الرابط الاصلي هتختصره في جوجل، والرابط ده هتختصره في جوجل اللي هو الاعلان، واللي انت وحظك، هو ضغط على ده ضغط على ده، فانت كده كده انت الكسبان. طبعا ده مختصر مثلا في جيتس يو ار ال، ادي او مي قبل جوجل، اي حاجه اللي انت عايزه. فانت ده هتخسر رابط هتكسب منه، وده هتخسر رابط هتكسب منه. ضغط هنا في اي جنب هيظهر له اعلان البوب اندر، وبرده انت برده اللي كسبان، تمام؟ الموضوع بسيط جدا يا شباب، ممكن نجربها. احنا بقى عايزين نجرب احنا على مثلا موضوع تاني، هنعمل لها دي كده، هنخرج منها ونخش مثلا على موضوع تاني زي مثلا ربح من الانترنت. 4 مجالات، 4 مجالات للربح من الانترنت. ننزل كده، الموضوع بسيط جدا، للتسجيل والحصول على 30 دولار. تيجي تحتها كده تكتب للتسجيل والحصول على 30 دولار، وتعملها كده زيها بالظبط وارتباط. بعد كده تجيبها تاني وتعمل تغيير وتعمل فتح، ودي انت تعملها كده تمام. بقت دي جوجل ودي جوجل، دي جوجل ودي جوجل. هو هيتحير يضغط على ايه؟ انت وذكائك. انت ممكن انت تحطها هنا هي في الاول، بحيث ان تلقائيا لو انت يعني تلقائيا البني ادم العادي خالص بيقوم ضغط على اللي فوق دي، تلقائيا بيضغط على اللي فوق على اول واحده او تاني واحده، هو انت وحظك بقى، يضغط على دي يضغط على دي، انت كده كده انت اللي كسبان، لانك كده كده مختصر الروابط. طب انت هتعمل كل ده على كل على كل بقيه كل الروابط بتاعتك. ممكن طبعا تنشر الرابط دون في صفحات السوشيال ميديا وتعمل اللي انت عايزه، انت وذكائك وانت ومفهوميتك. لكن احب اقول لك ان الموضوع ده بيكسب كتير جدا، يعني ال 100 ضغطه زي ما قلت لك بتساوي الشيء الفلاني، ال 100 ضغطه بتساوي سنت و2 سنت و3 سنت، تمام؟ طبعا لسه دي على الحركه دي انا عاملها امبارح الفجر، فانا ما عنديش طبعا زوار، حاجه بسيطه جدا، تمام يا شباب. فانت اول ما حد يضغط عليها هيظهر لك هنا كليك، الكليك دي كافله ترفع السي بي ام بتاعك ل 3 دولار 3 دولار للدول العربية. أنا بقول لك 3 دولار للدول العربية في السي بي إم من الشركة دي. شركة ممتازة وشركة روعة جدا. طبعا 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 في شركات كتير جدا بتتكلم في البوب أدز، قصدي بتتكلم في الدايركت لينك والدايركت أدز، كتير جدا بتتكلم فيهم عادي، ولكن أنا لحد دلوقتي هي الشركة دي أفضل شركة للدايركت لينك، والناس كلها بتستخدم الشركة دي، ما بتستخدمش البانر وبتستخدم الدايركت لينك بس، حتى ما بتستخدمش البوب أندر، غير ناس برضو قليلة بتستخدم البوب أندر، تمام؟ هو ده كان كل حاجه في حلقه النهارده. طبعا في افكار تانية كتير هتكلم فيها عن البوب اندر، قصدي عن الدايركت ادز عفوا، بعدين ان شاء الله في حلقات جايه، وان شاء الله الحلقه الجايه تبقى عن تطبيقات الاندرويد. واي مشكله تقابلك في الاندرويد ممكن تبعتها لي على صفحه الفيسبوك، هتلاقي كل رابط في الوصف. وكان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.